أكثر من 20 حلقة نقاشية نظمها برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات بمشاركة خبراء واختصاصيين هدفت بشكل رئيسي إلى تعزيز قدرات الاختصاصيين التقنيين والمديرين التنفيذيين على مستوى الدولة لمساعدة الموظفين لإدارة العمل عن بعد، وذلك بالتعاون مع مؤسسات وطنية وعالمية من بينها جامعة HEC باريس عبر برامج تستهدف الموهوبين والقيادات التنفيذية. جامعة HEC باريس كان لها تعاون مميز مع حكومة قطر الرقمية، برنامج تدريب طرحنا معهم برنامجين متخصصين للقيادات التنفيذية. البرنامج الأول تم تدريب عدد كبير من مدراء تكنولوجيا المعلومات، وكذلك البرنامج الثاني للموهوبين في التكنولوجيا، وهذا هو عبارة عن إعداد صف القيادة الأول في إدارات تكنولوجيا المعلومات. ورغم التباعد الذي فرضته جائحة كورونا، فتحت آفاقا جديدة في إدارة وقيادة الفرق عن بعد، وهو ما تصدر أولويات برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية الذي مكن أكثر من 300 مشارك من مختلف المستويات من تحقيق القدرة على توظيف التقنيات اللازمة في المجال المعني من بينها برنامج مايكروسوفت تيم. نحن نهدف كل سنة أن احنا ندرب 1000 متدرب، عدد كبير من الورش متاحة. طبعا أيضا الجديد اللي قدمناه في وقت الكوفيد 19 أن احنا قدمنا أكثر من 1000 محتوى تدريب إلكتروني عن بعد على موقع هذا التدريب، بالتعاون مع كثير من مزودي التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا الكبيرة. ورغم الظروف الحالية، تمكن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية من إكمال تدريب 100 موظف حصلوا على شهادات تخصصية، فيما أكمل 500 موظف تدريبات تقنية مختلفة للتمكن أكثر من كيفية استخدامها لمواجهة التحديات خلال جائحة كورونا، بما يسهم في تحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية.